بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يسرني ويسعدني أن أتواجد معكم اليوم في هذا المقتطف الطيب للحديث عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان، هذا القطاع الحيوي المهم الذي اهتم فيه صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وخصص له في عام 2013 في شهر واحد ندوة كبيرة. هذه الندوة خرجت بقرارات اعتمدها مولانا صاحب الجلالة المعظم وأصبحت ملزمة لجميع الجهات الحكومية، عبارة عن 14 قرار وثمانية قرارات مكملة. هذه القرارات غيرت طبيعة ريادة الأعمال في سلطنة عمان، فاليوم نحن في عام 2017 نرى العديد من المؤسسات العمانية حقيقة تطورت تطورا كبير، طبقت التقنية العالية، نافست الشركات الكبيرة. هذا ما نطمح إليه ونطمح إليه دائما، وتحقيق المزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي المهم الذي يشكل رافد من روافد الاقتصاد الوطني العماني. طبعا عندما نتحدث عن صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نتحدث عن آلية جديدة لرفد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رفتهم من النواحي المالية وأيضا من النواحي الفنية. يقوم الصندوق حقيقة بعملية الإقراض المدعوم بمبلغ من 50,000 ريال عماني إلى 300,000 ريال عماني، وأيضا يقوم بعملية التوجيه والإرشاد والمتابعة والمساعدة في الحسابات، وأيضا الحصول على عقود من قبل الشركات الكبيرة. هذه الحزمة من الحوافز المالية والحوافز المعنوية تشكل حقيقة دعم كبير لهذه المؤسسات. نطمح من صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يواصل هذه الجهود ويواصل المسير، وأيضا يطبق نظرة مولانا صاحب الجلالة في الواقع العملي الملموس، وأن تستفيد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه المبادرات الطيبة الكبيرة. أنا دائما أقول وأشجع أن يتجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إلى قطاع الخدمات. قطاع الخدمات قطاع كبير وقطاع ضخم وقطاع مطلوب، يتطلب التقنية والمهنية والحرفية في تقديم هذه الخدمات. طبعا توقعي لهذا القطاع، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان، أن يكون قطاع بارز خلال السنوات القادمة الخمس للتوجه الكبير والدعم حقيقة اللامحدود من قبل جميع القطاعات طبعا، سواء كان الجهات الحكومية أو الشركات الكبيرة، والقوانين والأنظمة التي وضعت مؤخرا لرفض هذا القطاع ولتعظيم فائدته راح يكون لها دور معنوي وحيوي كبير، يساهم في رفعة اقتصاد هذا البلد العزيز المعطاء. رسالتي الأخيرة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنا أعتقد أن هذه الرسالة مهمة جدا، يجب على صاحب المؤسسة الصغيرة وعلى رائد الأعمال أن يثابر، أن يجتهد، أن يصبر، أن يكون ذا عزيمة، أن يطبق التقنية الحديثة، أن يعمل بحرفية ومهنية ومصداقية لتحقيق النجاح، أن يستفيد من الدعم الممتاز من قبل الجهات الحكومية ليحقق النجاح وليعظم الفائدة له، لصاحب المؤسسة أولا وأخيرا، وللمجتمع وللبلد، وإن شاء الله أيضا يطور من عمله ليكون أيضا خارجيا، يعني يصل إلى الخليج وإلى الشرق الأوسط وإلى العالمية. هذه هي رسالتي، وأعتقد أنه الكل يجب أن يهتم للمحافظة على ما تم إنجازه، وأن يبادر لإنجاز المزيد ويحقق التقدم والازدهار لهذا البلد العزيز الغالي. في بنك مسقط ندرك أهمية مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، لذلك فإن برنامج الوثبة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعزز ويساعد في نمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف قطاعات الاقتصاد من خلال فريق متخصص وحلول تمويل متنوعة، بالإضافة إلى التدريب
وورش العمل والخدمات المصرفية المصممة حسب احتياجات كل قطاع. وسواء كنت تعمل في مجال الإنشاءات أو الصناعة أو التجارة أو السياحة أو العقارات أو الخدمات أو غير ذلك، فنحن نفهم جيداً احتياجات أعمالك وملتزمون بتوفير الدعم المالي وغير المالي اللازم لتطوير مشروعك. تواصل معنا من خلال الوثبة@bankmasqat.com وسنقدم لك الدعم اللازم لإنجاح مشاريعك.